أهلا بكم. نستهل عدد اليوم من مراية البطولة بردود الفعل التي أعقبت تأجيل الجمع العام لجامعة الكرة. جريدة المنتخب كتبت على ما سمته أسرار المطبات والألغام التي أجهضت الجمع العام، قائلة بأن قضية مسكوت والشهب واجهة فقط، وما خفي في بيت الفاس الفهري كان أعظم. المنتخب قالت بأن الفهري غضب من أكرم لرفض الأخير التوافق مع الأقجع. في المنتخب أيضا، أحمد غيبي يستقيل من اللجنة المحلية لتنظيم كأس العالم للأندية، ناقلة على لسانه: لست على استعداد لتلقي المزيد من الاتهامات، نافيا أن يكون وراء تأجيل الجمع العام. أما المساء الرياضي فقالت بأن لائحة رئيس الوداد البيضاوي ستجر 11 موظفا في الجامعة للقضاء بعد الطعن في حيثية قرار التأجيل. من جهتها، جريدة الخبر قالت بأن البرلمان المغربي يستعد لمساءلة محمد أوزين حول أسباب تأجيل الجمع العام في ظل الحديث عن دعمه لمرشح على حساب آخر. أما أخبار اليوم فتنبأت بتأجيل الجمع العام مرة أخرى قبل 10 نوفمبر المقبل. في مرآة البطولة، إنجاز فتيان المنتخب المغربي في المونديال تحت المجهر. المساء الرياضي تحدثت عن تأهل الفتيان رفقة عبد الله الإدريسي لدور الثمن في أول ظهور له في النهائيات، متحدثة عن صعوبة الاختبار القادم أمام الكوت ديفوار. من جهتها، أخبار اليوم عنونت: أشبل الأطلس على أعتاب إنجاز غير مسبوق، وتحدثت عن آخر استعدادات رفاق بن مرفوق لنزال الكوت ديفوار الصعب. قضية أمين الرباط مع الرجاء البيضاوي تطفو على السطح من جديد. القضية في يد القضاء، والصباح تتحدث عن التأجيل لعدم توصل الرباط بالاستدعاء. في مرآة البطولة أيضا، المنتخب تقول بأن رشيد الطوسي مدرب الجيش الملكي ثاني أعلى المدربين أجرا في المغرب بعد محمد فاخر مدرب الرجاء البيضاوي، وفي المركز الثالث بدو الزكي مدرب أولمبيك أسفي. في الاتحاد الاشتراكي نقرأ: تعاقد الطوسي مع الجيش الملكي فتح شهية بعض الأسماء في عالم التدريب للالتحاق بالإدارة الفنية للمنتخب المغربي. البرتغالي جوزي والفرنسي كوربيس يرغبان في تدريب الأسود، والجامعة تنتظر عقد الجمع العام المقبل للإعلان عن خليفة للطوسي. في جريدة الناس، عبد الرحيم شاكير لاعب الجيش الملكي الموقوف يمدد عقده مع النادي العسكري حتى العام 2015. نختم جولة اليوم من مرآة البطولة من جريدة المساء، والتي نقلت عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية مقالا بعنوان: الكرة المغربية نزلت إلى الحضيض. المجلة الفرنسية رسمت واقعا أسودا حين قالت بأن الكرة المغربية لم يعد لها أثر في الخريطة الكروية الإفريقية، بعدما كان الجميع يعتقد بأنها ستعانق العالمية من بابها الواسع.